اولا كنشكركم على الاستضافه، وكنتمنى لكم ان شاء الله المزيد من التالق والعطاء. بالنسبه لسمير الفيلالي، من مواليد 1979، نشات في حي شعبي، دونك بالضبط في حي الالفه، الدار البيضاء. تابعت الدراسة الابتدائية والإعدادية والثانوية عادية. أبخي حصلت على دبلوم ديال تقني متخصص في التجارة الدولية. من بعد حصلت على الإجازة في التسيير والتدبير. أبخي ماستر أن في الماركتينغ، تسويق، إدارة التسويق. بالنسبة للعالم الموسيقى، كانت موهبة من الصغر. أصلا الأسرة كان ديما خدام، كان الوالد عزيز عليه لا غاديو، لا ميم شوز الوالدة، دونك ديما الراديو، موسيقى في الدار، سيغتو الأغاني الطربية. وذاك كنت تأنسبيريت من هذوك الأغاني. الموهبة كانت ظهرت بالضبط في